السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أحبتي. هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. اليوم راح نكمل ذا وولف أمانج أس. القصة بدأت تأخذ منحى خطير بعد قتل الفتاة اللي اسمها فيث. يعني صار فيها أحداث كثيرة، راح نشوف شنو صار بعد مقتل الفتاة. نبدأ على بركة الله. You don't see there's a line. You are the one bringing this to me, Miss Snow, the one who so simply stumbled upon this. طبعا الشريف بيج بي والآنسة سنو. آنسة سنو قالت أخبرت المحافظ بمقتل فيث، فقام يلومهم. This is a disaster. Who else is to blame if not you? If anyone's to blame, it's me. You don't need to be yelling at her. يقول لا صيح عليها إذا أكو واحد يلام أنا. Yes, let's talk about that. Sheriff, you are the one charged with protecting the citizens of Fable Town. أنت المسؤول عن حماية المدنيين وعن حياتهم وسلامتهم في المجتمع كله. Suspects? Anything. Anything at all. Any shred of evidence you two know what the hell you're doing. Because right now, I have half a mind to fire the both of you. The woodsman is a person of interest. From what we've been able to gather, he was like... يعني هذا woodman، الرجل الخشب اللي تعارك وياه، يقول له هذا يعني هو دليل. يعني get him in here if that's all you have to go on. يقول له find him، القاه وجيبه هنا. We need is all of Fable Town knowing there's a killer among. آخر شيء نريد أهل البلدة. هذا كله قلناه بالحلقة السابقة، وخلنا نشوف الحلقة الجديدة شو يصير بها. طبعا نقدر نسوي وظيفتك. قلت لك لا تقول لي له، كان الأجدر إني أسمع لك وما أقول له. آسف. طبعا دزين الشاذي راح أجيب الكتب. أريد نعرف البنية اسمها والمراجعة. يحكي الشس بعد هذا مصباح على جديد. طبعا هاي مرأة سحرية، قلت لكم لعبة تجمع بين الواقع والخيال. يقول عندي سؤال يا مرأة سحرية، تعرف القوانين؟ يقول ما عندي وقت. يقول لي عن فيث بول. هذه البنية اسمها فيث الماتت. إلا ما أعرف اسمها بعدني حتى الآن. حتى تعرف اسمها لا ما أقدر أساعدك. دليني ووتسمان. هذا العربنكي اللي تعارك وياه بدايتنا. يقول يتجول بالشوارع.
أي شارع يقول أقدر أدليك بس اللي يبين وياي، يعني بالشوارع الجوال ما أقدر أدليك يا شارع. جاب الكتب طفكن. اوف زعبلهم الزعبل ما جابهم. هاي كارت من الكارتات يقول ياتي بكل كل الأشكال. We'll start with these. Any information on fables in our community will be somewhere in these books. تقول أي معلومات عن فيث في مجتمعنا راح يكون بهالكتب. يقول شفت هالشي من قبل. هذا الرمز نفس الرمز على الخاتم. يقول يمكن يكون رجلها او ابوها. هذا الوزمن اللي العربنش اللي هجموا عليه بداية الحلقة، والفاس ماله مع صورة عائلتها شايفينه. أقزام الأقزام دشوا ويانا بالصورة. هذا هو الذيب. يقول ما اقدر اقرا هالشي، هذا انا اساعدك اقرا لك. شكرا. احنا نعتني واحد يعتني بالثاني. قل لي القرد بابكن. يقل له تصميم صيني هذا من السيد هو. يقول ربما يمثل نفسه. يقول شو يقول عن هالختم هذا. يقول بروك البيت. شنو بروك البيت؟ يقول له كلمة سحرية. شنو هذا؟ يقول له رمز. الضفدع الأمير، علامة الضفدع الأمير. لا يقول
ورجع بيج بي مرة ثانية للصورة باعلها. شايفين قبعة جميلة. يقول ما شفت هذا باندري، شخص اسمه باندري مع الضفدع، تقول يحب الخصوصية. نحن على الولد اللي لاحق الحصان، قيل هذا ما بين. هاتي تخلصنا من النظر للصورة، هو طالع للقلعة. شايفين القلعة هم بيها شيء. رجع للمرات. Mirror, mirror, blah blah able, blah 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 about this fable. Of which fable do you wish to know? شنو تي تعرف دينا؟ Show me donkey skin girl. The name you are using no longer applies. يقول دونكي سكين يعني جلد الحمار. بنية اسمها جلد الحمار. يقول هذا الاسم لم يعد موجودا، قول الاسم الحقيقي وانا اقول لك شنو اقدر عليه. عليك تلقي اسمها. لازم تعرف اسمها. طبعا اسمها موجود اعتقد بالكتب، بس لازم واحد يعرفها.